نار ذات لهب وقودها قلوب حاقدة وأنفس مريضة، امتدت ألسنتها لتحرق الحرث والنسل وتأتي على الأخضر واليابس، بل وتفجع الأمهات في فلذات أكبادهن. نار أوقدتها أيادي الحقد، فهي إذن لا تفرق بين مواطن كان بالأمس القريب آمنا في سربه، لكنه أضحى اليوم شتاتا بين مكلوم وساهم ومكروب. ولا تفرق بين جندي باسل مغوار جابها نيران الغدر بصدر مفعم بالإيمان وحب الوطن، جندي وهب نفسه في سبيل إنقاذ أرواح طالتها ألسنة اللهب، فخلف من ورائه أما يعتصر قلبها ألم الفراق، وكم هو مؤلم فراق الأبطال. غدر البشر اشتد سعيره بقدر أفزع حتى الحيوان في جحره، وأرداه قتيلا في مشهد يتنافى مع الدين ويتعارض مع القيم، بل هو ليس في شيء حتى من طقوس وممارسات الجاهلية الأولى. حرب النار المفتعلة رسمت صورا قاتمة عبر رقعة شاسعة شساعة هذا الوطن المفدى، فبدا المشهد أشبه بقصف عشوائي يستهدف الجميع ومن دون استثناء، فلا استثناء بين تيزي وزو ومدية وخنشلة وسطيف، الكل سواسية في مجابهة حرب ستخرج فيها الجزائر منتصرة لا محال. أولم يقل ربي وقوله الحق؟ كلما أوقدوا نارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.